إعلام تاك. إعلام تاك، تكنولوجيا، معلومات. إعلام تاك، الإعلام الحديث، حديث وعلم. إعلام تاك مع ياسين كوداش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى ركن إعلام تاك. تقنية الـ FTTH أو تقنية الألياف البصرية المنزلية Fiber to the Home هي تقنية لنقل البيانات والمعلومات داخل أسلاك زجاجية بسرعة عالية تعادل سرعة الضوء. يعني تخيلوا كمية لا نهائية وغير محدودة من تدفق البيانات والمعلومات، وتحمل من هذه التقنية أفلام مدتها ساعات في ثواني، وتحمل ألعاب كبيرة وبرامج كبيرة في وقت قصير جدا، ورفع كذلك ملفات كبيرة ومشاهدة التلفزيون عبر الإنترنت IPTV. عن هذا يتحدث البروفيسور سعد إسلامي من جامعة الشهيد زياد عاشور بالجلفة. تقنية الفايبر أوبتكس أو FTTH التي بدأت تنتشر في كل المدن الجزائرية، وبدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجية المعلومة بتوصيلها إلى المواطنين، هي عبارة عن تقنية تعتمد على الألياف البصرية. FTTH معناتها الألياف البصرية المنزلية، يعني فايبر to the home. وهي ليست مثل الADSL وليست مثل الجيل الرابع الكارجي الذي نعرف. الألياف البصرية المنزلية FTTH هذه هي تقنية حديثة جدا لنقل البيانات والمعلومات داخل أسلاك زجاجية بسرعة عالية جدا تعادل سرعة الضوء، لأن المعلومات تنتقل في شكل ضوء داخل هذه الألياف البصرية، حيث يوجد كمية لا نهائية وغير محدودة من تدفق البيانات والمعلومات داخل هذا الخيط الضوئي. بكل بساطة تستطيع تحميل من خلال هذه التقنية أفلام مدتها ساعات طويلة في مجرد ثواني قليلة، ويمكنك أيضا تحميل ألعاب كبيرة جدا وبرامج كمبيوتر كبيرة في ثواني قليلة، بالإضافة كذلك إلى رفع الملفات كبيرة الأحجام تصل جيجا بايت في ثواني، وتستطيع اللعب وتستطيع التعامل يعني مشاهدة هذه الأفلام أونلاين بدون انقطاع، وكذلك تشارك اتصالك المرئي وتشاهد التلفزيون عبر الإنترنت من خلال خاصية IPTV. وتعتبر FTTH هي أفضل وآخر وسيلة اتصال موجودة حاليا، يعود اكتشافها لسنوات سبعينيات القرن الماضي، وتبنتها مختلف شركات الاتصال لإيصال البيانات وإيصال الإنترنت إلى المنازل عن طريق عدة تقنيات أخرى: FTTN Fiber to the Node، فايبر حتى نقطة التجميع، FTTC فايبر تو ذا كيرب، فايبر حتى الرصيف، FTTB فايبر تو ذا بيلدينج، فايبر حتى المبنى، والFTTH التي نتحدث عنها فايبر حتى المنزل. البروفيسور سعد إسلامي من جامعة الشهيد زياد عاشور بالجلفة. الألياف البصرية هي أفضل وأحدث وسائل اتصال حاليا وأكثر استقرار الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى سرعتها الخيالية الفائقة، وهي تعتبر تقنية مستقرة لا تتأثر بالعوامل الخارجية مثل التشويش، الرياح، الحرارة الخارجية وكل عوامل الطبيعية. هذا باختصار معنى الـ FTTH. نسمع أيضا عن بعض المصطلحات مثل الـ FTTN Fiber to the Node، FTTC اللي معناها Fiber to the Curb، FTTB اللي هي Fiber to the Building، يعني توصل الألياف البصرية إلى المبنى السكني ثم تدخل إلى السكنات بكابل من النحاس. الآن كم تبلغ سرعة الفايبر؟ سرعة الفايبر طبعا إذا تعتمد على كما قلنا على سرعة الضوء، قد تصل سرعتها
تقدمها إلى أضعاف عشرات الأضعاف سرعة النحاس العادي الذي يستعمل في تقنية الأديسل، وتصل إلى جيجا بايت في الثانية، إلى عدة جيجا بايت في الثانية، مقارنة بمتوسط السرعة التي قد تصل ما بين 50 إلى 100 ميجا بايت عبر الكابلات النحاسية المستعملة في تقنية الأديسل. تستطيع أيضا استعمالها في الهاتف، يعني لا يوجد شيء جديد مقارنة مع الأديسل بالنسبة للهاتف. هاتفك تستطيع استعماله في الافتتياش وفي الأديسل في نفس الوقت. ما هو الفرق بين الأديسل والفايبر أوبتيك؟ يعني الناس تريد تعرف الفرق بينهم. هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على اتصال الأديسل، اللي هو الكابلات النحاسية وسرعتها، بما في ذلك مثلا انقطاع التيار الكهربائي، القرب من خطوط الكهرباء، والمسافة أيضا، الابتعاد عن مزود خدمة الانترنت، يعني الابتعاد عن السيرفر، يعني تتأثر الخطوط النحاسية بإنقاص الدي بي، ما نسميه الدي بي أو تدفق المعلومات. أما في شبكة الألياف البصرية التي لا تعتمد على الكهرباء، وبالتالي فهي لا تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي. ونظرا لأنها تقوم بنقل البيانات عبر شبكة الانترنت بسرعة فائقة وسريعة جدا، هذا يوفر لنا المزيد من الجهد وتوفر الكثير من الوقت لدى الكثير من الأشخاص، لهذا تعتبر الأشخاص التي تستعمل الانترنت. لذلك تعتبر الألياف البصرية هي الخيار الأمثل في مستقبل التكنولوجيا مستقبلا. من مميزات شبكة FTTH ومقارنتها بالشبكة النحاسية القديمة التي كانت متبناة في بلادنا أي DSL هي السرعة العالية، الدقة ونقاط الإشارة، عدم تناقص السرعة مع زيادة المسافة، تعدد الخدمات وتسهيلها، وقابليتها لخدمات مستقبلية. أشياء كثيرة جعلت هذه التقنيات تزول وتضمحل أمام FTTH الذي أصبح كذلك عاملا مهما في الشركات الإعلامية، وساهم في آنية نقل الأحداث الإعلامية عبر كافة المؤسسات سواء كانت المرئية، المسموعة أو المكتوبة. البروفيسور سعد إسلامي من جامعة الشهيد زايد عاشور بالجلفة. هناك من يتساءل عن ما هو ضرر الألياف البصرية على صحة الإنسان. لا يوجد أي ضرر، لأنها تنقل المعلومة عن طريق ضوء بدون إحداث أي ضرر على جسم الإنسان، فهي لا تعمل على رفع درجة حرارة المساحة المحيطة، يعني لا تطلق حرارة ولا تطلق موجات كهرومغناطيسية، ولا تحتاج أيضا إلى نظام تبريد لأنها لا تسخن. كذلك لها القدرة على العمل في درجات حرارة عالية، نضعها في درجات حرارة عالية أو منخفضة جدا، يعني وهي غير قابلة للاشتعال مثل الكابلات النحاسية. الألياف الضوئية أو الألياف البصرية لفايبر أوبتيكس أيضا هي أيضا لأنها تصنع من زجاج خاص نقي للغاية، نوع من الزجاج النقي جدا، تكون طويلة ورفيعة وسمكها لا يتعدى شعرة الإنسان. كذلك خصائص الكابلات الضوئية هذه، يمكن أن تصل سرعة الإنترنت فيها باستخدام مزيج ما بين الألياف البصرية والنحاس اللي هي FTTC هذه اللي تكلمنا عليها، قد تصل إلى 66 ميجا بايت في الثانية. يعني إذا استعملنا يعني فيبر أوبتيك يصل إلى المبنى ثم يتم ربط الفيبر أوبتيك مع النحاس، هنا تصل سرعة الإنترنت إلى 66 ميجا بايت في الثانية. أما إذا كنا نستعمل الألياف البصرية اللي هي FTTH وليست FTTC، يعني يدخل الفيبر أوبتيك هذا الليف البصري إلى داخل سكن الزبون، فقد يصل الانترنت إلى سرعته إلى جيجا بايت واحد في الثانية، يعني جيجا بايت أي 1000 ميجا بايت في الثانية. هذه بعض الخصائص. وتبقى تقنية FTTH تعاني من بعض الصعوبات، حيث تعاني من غلاء معداتها وكذلك صعوبة الصيانة والتركيب في حال التلف. لكن أهم عائق يقف أمام هذه التقنية هو استبدال البنية التحتية الموجودة بالبنية التحتية اللازمة لهذه التقنية، إضافة إلى ضرورة توفير سرعة عالية في حجم الأنترنت لتتأقلم مع FTTH، وهما السببان اللذان جعلا الاتصال التقليدي عن طريق الأسلاك النحاسية مستمرا لغاية اليوم عبر عديد المناطق. إلى ركن إعلام تك جديد، تقبلوا تحيات ياسين كوداش، سلام. إعلام تك، إعلام تك، تكنولوجيا معلومات، إعلام تك، الإعلام الحديث، حديث وعلم.
إعلام تاك مع ياسين كوداش.